انت حضرتك هنا مندوب في لجنه الانتخابات؟ تبع ايه؟ تبع هيئه البريد ومندوبين عن شركه مورفو. اسم حضرتك ايه؟ بسام محمدي. بسام، نوع يعني نوع العمل ايه في اللجنه؟ نوع العمل بسجل بطاقه الكتروني بتوصل باللجنه العليا للانتخابات للمواطن المنتخب في نفس اللجنه، عشان ما ينفعش ينتخب في اي لجنه تانية، حتى في اي محافظه تانية كمان كده قفل. اذا الجهاز دوت سلاح ذو حدين، دعم الناخب او ارشاد الناخب للجنه بتاعته، في نفس الوقت تسجيله كان هو تم تصويته. تم تصويته وبيسهل على الزملاء برضك اللي بيعرفهم رقمه في الكشف، عشان بيسهل عمليه الانتخابيه، عشان ما يحصلش معايا بره اللجنه. فعلا. دي حاجه ثالثه برضو، انت كان في بعض المرشحين كان بيستغلوا الكمبيوتر اللجان بتلاقيهم معايا زميلنا برضك واقف بره جنب الباب، بس كان بيعرف برضك مكان اللجنه. إذن هيئة البريد هي التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.